نتواصل معكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا الفضاء الحر المباشر، وسعيد باستقبال ضيفي السيد البشير السيد عن هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا، وأحيي قناتكم. يعطيك الصحة، شكرا لك. أستاذ، شنو موقفكم من قرار الحكومة تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء الرئيس السابق معمر القذافي؟ لا شك أني أدين هذا القرار وأندد به، لأنه قرار مخالف للقانون والأخلاق وللإنسانية وللدين وللحضارة، ولا يليق بتونس وشعبها وثورتها وتاريخها المجيد. هذا من ناحية. هذا القرار أريد أن أبين كيف أنه مخالف للقانون. أولا، قانون التونسي، الدستور والقانون العادي يمنعان تسليم السياسيين، والبغدادي المحمودي ما هو إلا رجل سياسي. تحكى على الدستور 59 طبعا، هم يقولوا الدستور 59 علق العمل به ولم نعد نعمل. سناتي إلى ما قالوا أنه تعليق. واضح، واصل سلسلة. الاتفاقية القضائية التونسية الليبية تمنع هي الأخرى السياسيين، وهذا المنع يتمثل في الفصل 17 من الدستور التونسي الذي يحجر تسليم السياسيين، كما أن النص القانوني وخاصة الفصل 313 من مجلة الإجراءات الجزائية تمنع التسليم، قل لا يمنح التسليم إذا كان التهمة المنسوبة للمطلوب تسليمه هي سياسية، أو حتى إذا كان الهدف، يمكن أن تكون التهمة ليست سياسية ولكن الهدف هو من طلب التسليم هو سياسي. ولا شك أن مطلب المجلس أو ما سمي بالمجلس الانتقالي في ليبيا هو طلب سياسي، لأنهم يريدون تصفية رجالات النظام السابق، لا شك في ذلك. والسيد البغدادي المحمودي كان رئيسا للحكومة السابقة. واضح. إذن وباختصار، على كل المستويات التسليم ممنوع، حتى بالنسبة لتقاليد دول المغرب العربي. هناك تقاليد سياسية وسيادية وأخلاقية منعت حكومات وأنظمة المغرب العربي تسليم كثيرا من السياسيين. فوالد الرئيس الحالي سيد محمد المنصف المرزوقي امتنع جلالة الملك الحسن الثاني من تسليمه إلى بورقيبة، والجزائر منعت تسليم محمد مزالي إلى السلطة التونسية، وتونس امتنعت من تسليم عمر المحيشي إلى الشهيد معمر القذافي، و امتنعت تونس من تسليم كراكسي أيضا. وبعض من حكامنا الآن الذين يريدون تسليم البغدادي المحمودي قد امتنعت الدول التي كانوا يلجؤون إليها إلى تسليمهم إلى نظام الرئيس السابق بن علي. واضح. هنشوفوا سيامين أستاذ. السيد حمادي جبالي رئيس الحكومة المؤقت يقول سنسلم المحمودي حتى لو لم يمضي رئيس الجمهورية على قرار التسليم. السؤال المطروح هو هل يجوز لرئيس الحكومة أن يتخذ قرار من هذا القبيل دون موافقة رئيس الجمهورية؟ والله الموضوع هذا في المدة الفائتة أخذنا إجابات من شأنها سياسية أخلاقية حقوقية، ونجم يكون عندنا موقف في المسألة هذه، ونأيد معناها الكلام اللي قاله سي بشير أنه التسليم معناها ما هوش أمر جيد في الظروف الحالية، لأن من يؤمن بالمحاكمة العادلة وشروط المحاكمة العادلة لا يقوم بتسليم إلا إذا ما توفرت هذه الشروط. بقى من الناحية القانونية الآن، من الناحية القانونية هي في الحقيقة انفردت بها جريدة الصباح مش دعاية ولكن في 25 أوت اطلقت الإجابة القانونية الأولى، والإجابة هذه هو فيها أنه
ثم مجموعة من النصوص، ما تعرف رجل القانون يزمو يعمل مسافة حتى نجم يكون عنده انتماء سياسي ولا تعاطف ولا إلى غير ذلك، لكن يزمو يعمل مسافة على المسائل. شنو اللي يحكمها؟ هي مجلة الإجراءات الجزائية والاتفاقية هذه، ولكن خاصة الدستور. وفي المنظومة القانونية عنا احنا تونس عنا هرم من القواعد القانونية، يعني عنا في الأعلى الدستور ثم بقية القواعد القانونية. جاء الدستور ودخل المتحف القانون الدستوري، دستور غرد جوان 59، شكون شد بلاستو؟ شد بلاستو في مرحلة أولى الدستور الصغير بتاع 23 مارس 2011، ولهنا كلام سي بشير صحيح، لأنه الدستور الصغير هذا بتاع 23 مارس 2011، رئيس الجمهورية خذا جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية. شوف المفارقة لهنا، كيفاش النص يعطيك جميع الصلاحيات، ولكن يبدو لي أنه رئيس الجمهورية في الفترة اللي عشناها هذيك لا شيء. ثم المعطى الثاني نحى الدستور الصغير هذا وخذ بلاسته القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011. هذا عاود ضبط قواعد تنظيم السلطة، وجاء الرئيس الجمهورية قال له راهو المهام اللي تمارسها هي هذه وهذه 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 وهذه، يعني أسند له صلاحيات نجم مارسها. وجاء في الفصل 17 قال له كل ما يخرج عن الصلاحيات هذيك راهي ترجع للسلطة يعني السلطة التنفيذية يتمارسها الحكومة. إذا الاختصاص المبدئي لشكون ولا في السلطة التنفيذية؟ للحكومة. والاختصاص الاستثنائي لشكون؟ لرئيس الجمهورية. في هرم القواعد القانونية، كيف عندك الدستور هذا الصغير يجي في الأعلى القمة، القوانين الأخرى خاصة ثم فصل في تنظيم الوقت للسلطة يقول لك كل القوانين التي تتعارض مع النص هذا راهو يقع الإلغاء العمل بها. عندنا مجلة الإجراءات الجزائية اللي ثم جانب أول اللي هو دائرة الاتهام اللي يتقرر من الناحية القضائية يقع التسليم ولا لا. ثم في نهاية الأمر الكلمة اللي هو يظهر لي الفصل 324 يقول راهو الحكومة هي اللي ترى أنها تواصل تمشي في التسليم ولا ما تمشيش في التسليم، ورئيس الجمهورية هو الذي وقع على هذا الأمر. لكن رئيس الجمهورية ما عادش ياخذ أوامر. ثم أنه المسألة هذه ماهيش موجودة في الصلاحيات الموجودة عنده في الدستور الصغير، إذا هي ترجع للحكومة. فقانونيا الحكومة هي المسؤولة على هذا على هذه العملية التسليم. وفي هذا الاتجاه ذهبت المحكمة الإدارية على حسب تصريحات السيد رئيس الحكومة، يعني قال هو قبل ما يعطي تصريح نتاعو للاف بي قال راو استشرنا المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية ذهبت في نفس هذا الاتجاه. كان بيودنا احنا بالطبع أنه يكون عندنا نسخة من رأي المحكمة الإدارية، ولكن نحب نقول اللي راهو رئيس الجمهورية ما خسرش معركته القانونية نهائيا. إذا تحب نبقاو في القانون، لأنه رئيس الجمهورية ينجم يدافع ويقول راهو لا أنا ما زالت عندي الصلاحية هذه، وله الحق في رفع هذا النزاع إلى المجلس الوطني التأسيسي. ووقتها المجلس الوطني التأسيسي بالطبع مش يجيه رأي المحكمة الإدارية، دونك الأعضاء المجلس الكل مش يكونوا على بينا، إذا احنا باش نعلموا بالرأي هذا نتاع المحكمة الإدارية لأنهم مطالبين باش ياخذوا الرأي، لكن المجلس التأسيسي ما هوش مجبر على اتباع رأي المحكمة الإدارية. يعني تنجم المحكمة الإدارية تقول راهو رئيس الحكومة هو المختص، ولهنا الحكومة عبرت على موقفها قالت راني باش نسلم، لكن المجلس التأسيسي ينجم يقول لا بالرغم اللي سمعت رأي المحكمة الإدارية راهو اللي باش يختص بالتوقيع هو رئيس الجمهورية. ولهنا يأكد الطبيعة السياسية لهذا القرار، كان سمحت يأكد الطبيعة السياسية لهذا القرار. وبالطبع إذا كان المجلس التأسيسي قرر وأنه رئيس الجمهورية والمختص، باش نعود ونرجع الكاس ديبار، معناها المنصف المرزوقي أو رئيس الجمهورية سوف لن يسلم البغدادي المحمود. واضح سيد بشير، أكيد عندك تعليق على مجال لسان الأستاذ أمين. عندي تعليق وخالف الأستاذ أمين في بعض ما قال. اعتقد أن أولا أن وقائع ملف البغدادي المحمودي وتاريخ تسليمه وقعت قبل تاريخ تعليق الدستور التونسي، دستور سنة 1959، ولذلك فالنص المنطبق عليه هو قبل صدور